بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. الله يكرمك يا سيدي الله يبارك فيك. قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين أيها الأخوة الصلاة والسلام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم. لا لا ما فيش حاجة. شكرا. يا بصيبة برو بني. فيه آيات بينات مرحبا يا سيدي. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه
عن العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا خلاص يا أستاذ خلاص يا ريس خلاص ما ينفعش كده خلاص يا أستاذ انت مش رجالة وبرجالة في المكان الصوت الله يبارك انت صوتك انت عليك يا سيدي على وشك وكيلو زاد او باب معلش خلاص يا على وشك وكيلو زاد نتقدم مع نتقدم لسماع القران الله يكرمك بارك الله فيكم معلش نتقدم مع سماع القران السلامات الطيبات والكلام وفي اثناء الكلام ما ينفعش اقعد يا شيخ اقعد يا حبيبي اقعد اقعد كل واحد سكت نفسه فحش كده لا خلاص مفيش حاجة لا مفيش حاجة مفيش حاجة يا دكتور خلاص مفيش حاجة مفيش حاجة احنا بنهدي الجو بنقدم سكت كده نتكلم مع صلوا على رسول الله طيب كمان زيدوا الصلاة عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وعدنا وإياكم يا رب وعدنا وإياكم ما شاء الله عليك ربنا يرضى عنك ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب
يصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم.
واعتصموا بحبل الله جميعا. ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا يا رب يا رب لطف عبادتك اكتفينا يا رب اكتفينا عبادتك ثلاثة من ثمانية باربعة 240 سنة عليك الله أكبر يا دكتور يا عدد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء
فأصبحت بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هنيئا لهم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.